وزير التعليم يشدد على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي ويمنح الطلاب فرصة الاختيار بين المدرسين. ومن جانبه شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية بضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وأكد في توجيهات لمدير المديريات على ضرورة توفير أفضل المعلمين بالمديريات للتدريس في مجموعات الدعم المدرسي وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاختيار بينهم، وقال إنه سيتم توفير جزء من المقابل المادي من هذه الوحدات لصالح المدرسين، وجزء آخر سيذهب لصالح وزارة المالية.